ايه اللي ممكن تستفيد بيه المنظومة القروية في مصر خلال الفترة اللي جاية، سواء اولا من بداية من وزارة الشباب والرياضة الى اتحاد الكورة خلال الفترة اللي جاية، عشان نبدأ نستعيد ريادتنا في ال4 سنوات اللي جاية؟ اذا صح الكلام ان احنا مشروع فيتوريا ندعمه، لو كان 4 سنين ندعم المشروع ونستمر عليه، ده بداية الاصلاح. لو انت عايز تشتغل صح، هي دي نقطة تالية للنقطة المفروض الأولى والتانية اللي كنا لسه بنتكلم عليها دكتور حسن مصطفى، إن أنت تعمل ربط، إنك لازم تهتم بالقاعدة، قاعدة الناشئين اللي موجودة عندك، تعمل دورات منتظمة في بطولات الجمهورية، تحدد. ما ينفعش إن أنت تقول لي في 2001 و2002 و2003 و2000 لحد 2012، ده كلام ما بيحصلش في دوري في العالم. سبارتا براجا ده جاي فريق الناشئين، جاي في أيام المعسكر في النادي الأهلي وهيلعبوا ماتشين ودين، عندهم أربع فرق بس في قطاع الناشئين. ده اللي بتشتغل صح، شغل صح، انك تعمل 4 مسابقات للناشئين بس بتركيز، بانتظام، بالتزام، وتروح للدوري اللي هو الدوري الممتاز، انك يبقى فيه التزام، مواعيد محدده، في تحكيم عادل، تمام، في منظومه مسابقات موحده، بمعنى ان انا ما ينفعش ان انا اعاقب النادي الاهلي النهارده وما اعاقبش نادي مؤسسين تاني يوم على نفس الواقع ونفس الفعل. العداله والتحكيم، وخلي بطوله منتظمه. ويا ريت لو نقدر، انا بقول لو نقدر ده حلم، ان احنا نعمل زي ما حصل في اليد، نربط نتائج بعض فرق قطاعات الناشئين بالفريق الاول، يكون بوينتس مثلا زي ما بيحصل في اليد بوينتس. لو انت تاخد الفريق الناشئين، يعني مثلا الاهلي بيلعب غزل المحله النهارده، فريق الناشئين مثلا 2003، يكون هو الفريق بي يلاعب في نفس اليوم الساعه 1 مثلا الظهر او الساعه 2 الظهر، والفريق الكبير يلاعب الساعه 4 والساعه 5، ودي نقطه ودي 3 نقط، ويبقى كل ده الاهتمام بالقاعدتين دول هيخليك على الاقل يطلع لك كل سنه لعيبه كويسه، كل سنه كل سنه يطلع لك على الاقل 40 50 لعيب. انت دلوقتي تايه عشان تعمل منتخب 2005، تايه حرفيا عشان تعمل منتخب 2005 اللي بتعده الاولمبياد 2028، ودي برضو خطوه كويسه جدا لو اتعملت، زي موضوع فيتوريا وموضوع ميكالي وموضوع مشوار مدرب منتخب اولمبي ل 2005، زي ما انت عندك منتخب اولمبي ل 2024 اكيد.